والحين يسرنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بالنقيب رضا السلمان اللي راح يوافينا برسالة حول التعاون بين الإدارة العامة ووزارة الصحة فيما يتعلق بتوزيع الأدوية للمنازل. مساء الخير نقيب رضا، الكلمة لك تفضل. مساء النور، يا اهلا ومرحبا فيك اختي فاطمه، مساء الخير على جميع المشاهدين. واحنا فعلا مثل ما تفضلتي تعاون الاداره العامه للاطفاء مع وزاره الصحه العامه اليوم لايصال الادويه الى مستحقيها من الاخوه طبعا المرضى اصحاب الامراض المزمنه. يسعدنا طبعا احنا الان متواجدين في مستشفى مبارك الكبير ويسعدنا ان نلتقي لمعرفه اكثر التفاصيل عن هذا الموضوع مع الدكتور هاني زكريا رئيس قسم صيدليه مستشفى مبارك الكبير. نقول لك حياك الله معنا دكتور. الله يحييك، يا هلا نقيب رضا، أهلا وسهلا فيك وسعيد بلقائكم. الله يطول لي عمرك دكتور. يعني أمانة نعجز أو يعجز اللسان عن الشكر طبعا لإخواننا القائمين يعني على طبعا الآن حل هذه الأزمة، جميع القائمين من وزارة الصحة العامة وحضرتك دكتور. يعني أيضا في خلال هذه الفترة الآن قاعد يتم توصيل الأدوية إلى مستحقيها طبعا من المرضى عن طريق طبعا اليوم التعاون اللي صار بينكم وبين الإدارة العامة للأطفال. ودنا تكلمنا أول شيء بالبداية عن هذا التعاون وماذا يعني اليوم أسفر عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه هي كانت يعني فكره عند وزاره الصحه بايصال الادويه للمرضى ذات الامراض المزمنه، خلينا نقول زائد يعني هذا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. بعد ذلك لا، الفكره صارت اعم واشمل بحيث انها تشمل يعني جميع المرضى الكويتيين. كانت الفكرة أو خلينا نقول الهدف الأساسي منها هو تقليل مراجعة المرضى للمستشفيات والتباعد الاجتماعي ما بين يعني المرضى بعضهم بعض. فحقيقة كانت عندنا مشكلة في إيصال أو خلينا نقول نقل هذه الأدوية بآليات بمركبات بسيارات. أنت عارف أن أغلب السيارات الآن في وزارة الصحة مشغولة في نقل الأدوية من وإلى مثلا المحاجر إلى المستشفيات أو بالعكس. فحقيقة كانت يعني جدا مبادرة رائعة وجميلة من الإدارة العامة للإطفاء، تكرموا فيها بأنهم أمنحوا هذه التسهيلات لوزارة الصحة لاستغلالها من قبل قسم الصيدلية في كل المستشفيات في الكويت. طبعا هذا واجب، ويعني اليوم ايضا هذه حسب توجيهات سيدي مدير عام الاداره العامه للاطفاء سعد الفريق خالد ركال مكراد. واليوم كان ايضا في هناك زياره لتفقد طبعا اليوم العمل في الصيدليه ومدى ايضا اليوم انسيابيه هذه الاعمال. خلينا نتكلم دكتور عن الاليه اللي اليوم يعني يقدرون يتبعونها المرضى لاستلام هذه الادويه، شنو الاليه؟ هل هناك مثلا ارقام معينه يقدرون يتواصلون معها ويتم طلب الدواء ومن ثم طبعا يوصلهم للمنزل؟ نعم، هو طبعا في رابط الكتروني وفي رقم ايضا واتساب، الاثنين شغالين. هناك فريق يستلم هذه المهمه، يفرز هذه الوصفات، يشوف من هو مستحق من بصرف الادويه من غير مستحق. انت عارف يعني الان يمكن المرضى بعضهم او اغلبهم متخوف مما يعني ممكن يحدث هذا مستقبلا. تلاقي قبل اسبوعين او ثلاثه استلم علاجه لمده شهرين لكن يحب انه الحين ياخذ لشهرين اخرين، لكن هذا الامر احنا ما يتم عندنا في مستشفى مبارك. يعني خلينا نقول في فريق يفرز هذه الوصفات، من هو مستحق يتم على طول التواصل معه لإبلاغ أنه جاري تحضير وصفتك، وبالتالي ستصل في 72 ساعة عاد يصل لك الدواء. هناك طبعا التيم أو خلينا نقول الفريق العامل في 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 هذه الآلية عدد من الفرق، فريق للفرز وفريق للتحضير وفريق للتوصيل. ومثل ما يعني حضرتك شفت اليوم كان بزيارة سعادة اللواء المكراد، شاف الفريق بالكامل شلون قاعدين يشتغلون كخلية نحل حقيقة من الصباح من الساعة 7 لغاية ما توصل آخر طلبية أو آخر دواء يوصل يمكن الساعة 6 المغرب أو 7 المغرب يعني كذي. نعم صحيح. طيب في عندك أرقام من بدت هذه العملية؟ هي بدت الآن صار لها تقريبا أسبوع، هذا الأسبوع الثاني. كم عدد الوصفات اللي تم توصيلها إلى المنازل تقريبا بس فقط من مستشفى مبارك؟ مستشفى مبارك حقيقة مع طلبية اليوم خلينا نقول مع الأدوية لليوم طلعت فوق 800 وصفة بمعدل ما يقرب من 140 إلى 150 وصفة كل يوم. هذا العدد احنا نعتبره كبداية الآن أو في الأسبوع الأول، هذا نعتبره عدد جدا ممتاز. منعنا 800 مريض من وجوده داخل المستشفى، والاختلاط قد يكون أحد
من المرضى في المستشفى يحمل فيروس كورونا لا سمح الله او شيء مثل هذا، وبالتالي قللنا من إمكانية حدوث اي عدوى ممكن تحدث ل 800 مريض كبير في السن او حتى من ذوي الاحتياجات الخاصه وغيرهم. طبعا يعني انا اتكلم عن 800 مريض لم يدخلوا المستشفى خلال اسبوع واحد، فما بالك لو صارت المده شهر. احنا منعنا الاف من دخول المستشفى، وبالتالي الهدف مثل ما قلت لك انا في البدايه هو تقليل وجود الناس داخل المستشفى اللي هو يعتبر يعني مكان ل يعني العدوى. صح. طيب نبي منك نصيحه دكتور لاخواننا المرضى، يعني بعض المرضى عندهم تخوف ان الادويه هذه ما راح توصلهم او المخزون غير كافي، احنا ودنا نطمنهم من خلالك كونك ايضا رئيس قسم صيدليه مستشفى مبارك الكبير. انا حقيقه احب اول شيء اطمن المرضى في ان الادويه متوفره عندنا في المستودعات الطبيه بكميات وفيره، لا يخافون من ان الدواء ممكن ينقطع. الحين قد يكون بعض الادويه انقطعت، وهذه مو الحين، كانت من سنوات يعني تنقطع وترجع، لكن اذا انقطع اي دواء ثق تماما ان هناك بديل لهذا الدواء. الحكومه ما راح تخليك او وزاره الصحه ما راح تخليك بدون دواء. هذا الامر الاول. الامر الثاني نقول حق اخواننا واخواتنا المرضى، احنا هنا بخدمتكم، رجاء خليك في البيت ودواك يوصلك لبيتك. لا تتعرض لي قد يكون يعني لا سمح الله تتعرض لعدوى وبالتالي تتحسر تقول هالخمس دقائق اللي دشيت فيها المستشفى قعدتني بالفراش اسبوعين وثلاثه. بالنسبه لفتره استلامنا للطلبيه، بعض المراجعين يتخوف من انه ما تم الرد عليه في الواتساب. انا اقول له اطمئن، الواتساب او الرساله اللي انت بعثتها وصلت لنا وقريناها، لكن ما نقدر نرد على كل مريض على حده. ياك الرد او خلينا نقول احنا حاطين في الموقع بان الدواء راح يوصل لك خلال 72 ساعه، ثق تماما انه راح يوصل لك في هذه الفتره، واذا لم يصلك راح تجيك رساله او اتصال يبلغك بموعد وصول هذا الدواء. اطمئنوا، الدواء وفير، لا حد يخاف من عمليه انقطاعه عن ادويته. كل الشكر لك الدكتور هاني زكريا رئيس قسم صيدليه مستشفى مبارك الكبير، طبعا على ما تفضلتي. انا اشكركم في النهايه واشكر كل منتسبي حقيقه الاداره العامه للاطفاء، وانتم منهم، ونقيب رضا من يعني من 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 اصغر عامل في او من من اصغر منتسب للاداره العامه للاطفاء الى اللواء المكراد، اقدم لكم انا كل الشكر والتحايا ومشكورين على جهودكم. الله يطول لي عمرك، شكرا، شكرا لك دكتور. يعني مثل ما شفتوا مشاهدينا طبعا هذا اليوم يعني الدكتور هاني زكريا رئيس قسم صيدليه مستشفى مبارك الكبير طلع اليوم معنا لكي يطمئنكم وايضا يوضح لكم الاليه طبعا المتبعه ل يعني طلب الادويه عن طريق طبعا الهواتف اللي وضعتها وزاره الصحه العامه وتعاون ايضا الاداره العامه للاطفاء اليوم طبعا يعني تكملت هذا الغرض. الان مشاهدينا نرجع مره ثانيه للاستديو مع زملائي، ومن ثم ان شاء الله نعود معاكم مره اخرى ان شاء الله لطبعا اليوم الحديث عن هذا الموضوع، موضوع ايصال الادويه الذي تقوم به الاداره العامه للاطفاء بالتعاون مع وزاره الصحه العامه. بينا راح ننتقل مره ثانيه الى النقيب رضا السلماني اللي راح يوافينا برساله اخرى حول التعاون بين الاداره العامه للاطفاء ووزاره الصحه. تفضل. شكرا لك اختي فاطمه، طبعا احنا متواجدين الى الان في مستشفى مبارك الكبير للحديث اليوم عن هذا الموضوع، تعاون الاداره العامه للاطفاء ووزاره الصحه العامه لايصال الادويه الى مستحقيها من المرضى، مرضى الامراض المزمنه، الى منازلهم. طبعا هدفنا اليوم ان يعني يكونون في البيت وما ياتون الى المستشفى ومن ثم يصير اختلاط. يسعدنا طبعا ان يعني نتحدث عن هذا الموضوع مع المقدم الدكتور فايز النصار، مراقب السلامه والصحه المهنيه بالاداره العامه للاطفاء. حياك الله عن المقدم الدكتور فايز نصار. يا هلا مرحبا فيك نقيب رضا وعلى السادة المشاهدين. المقدم الدكتور فايز نصار، ودنا تكلمنا بالبداية طبعا عن هذه العملية، عملية إيصال الأدوية إلى المنازل. هذه العملية طبعا تحتاج اليوم إلى ترتيب، تحتاج إلى تنظيم، تحتاج أيضا إلى يعني جهود من قوة بشرية قادرة على إيصال هذه الأدوية إلى مستحقيها، خصوصا أن أنا عرفت أن طبعا يتم إيصال الأدوية من مستشفى مبارك إلى أكثر من منطقة في دولة الكويت أو معظم مناطق دولة الكويت. كلمنا عن هذا الموضوع. طبعا هي بالبداية كانت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي أنس الصالح، وبتعليمات مباشرة من سعادة الفريق خالد ركان المكراد،
مساعدة ومساهمة مع وزارة الصحة العامة لسد وحد من انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي. كانت عدة اجتماعات مسبقة لهذا الحدث اللي قاعد نقوم فيه حاليا، وتم الاتفاق بفرز قوة من الإطفاء، وذلك يكون مهمتهم بتوزيع الأدوية على المرضى والمحتاجين على مستوى مناطق الكويت. احنا حاليا نغطي جميع مناطق الكويت في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات الست، وعدد الصيدليات على مستوى الكويت 22 صيدلية مركزية. احنا قادرين ان نوصل جميع الأدوية لجميع المرضى في منازلهم، وذلك لتأكيدنا على سياسة الابتعاد الاجتماعي، وذلك الهدف منه أن يكون كل أسرة في المنزل، وإن شاء الله الدواء يوصلكم لغاية البيت. طيب المقدم فايز النصار، يعني ودنا تكلمنا أيضا عن المهمة هذا الآن بدأتوا فيها من أسبوع تقريبا، هل واجهتكم صعوبات مثلا وديتوا أدوية إلى منازل وما لقيتوا أصحابها داخل المنزل، ولا يعني الأمور كلها الحمد لله ماشية وما في أي معوقات؟ طبعا هناك بعض المعوقات البسيطه. احنا يعني نبتدي عمليه التوزيع من بدايه استلامنا الادويه من الصيدليه بدون اي تاخير. الساعه كم هذا العمليه تتم ولا لغايه الساعه كم بعد؟ تقريبا يعني نبتدي في الاستلام الادويه من كل صيدليه على حده في محار الساعه الثانيه ظهرا، من بعدها يتم عمليه التوزيع. طبعا عندنا مشكله اللي هي من الساعه 2 الى الساعه 5 بعض الاسر وبعض الأولياء الأمور ما يكونون موجودين في منازلهم، هذا اللي يسبب لنا الإشكالية في عدم تواجد أي أحد في البيت. ولكن بعد الساعة 5 جميع الأسر موجودة في البيت، ونتمنى أن الجميع يكون متواجد في البيت وعدم خروجهم إلا للضرورة، وذلك لنقوم إحنا أيضا بخدمتهم، وإن شاء الله نكون قادرين على إيصال كل الأدوية إلى منازلهم بالتعاون مع وزارة الصحة. كل الشكر لك المقدم الدكتور فايز النصار، مراقب السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء. العفو، شكرا لك. مثل ما شفنا مشاهدين، يعني هذه العملية التي تقوم بها الإدارة العامة للإطفاء ولله الحمد يعني هي مستمرة. اليوم أيضا كان في هناك تأكيد من سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بأن طبعا الفرق التي تعمل على إيصال هذه الأدوية بالإمكان مضاعفتها، لأن في هناك أيضا قوة أخرى بالاحتياط هي وضعت أيضا يعني على أهبة الاستعداد في حال طلبها في أي وقت، أيضا ستقوم بهذه العملية لطبعا اليوم بقائنا يعني اليوم في المنزل. نتمنى من الجميع البقاء في المنزل وطلب الأدوية من خلال أرقام وزارة الصحة التي وضعتها لهذه العملية. بهذا طبعا نكتفي مشاهدينا بفقرتنا لهذا اليوم. الآن عودة إلى زملائي مرة ثانية بالاستديو لاستكمال باقي فقرات برنامج مساء الخير الكويت. كل الشكر لك النقيب رضا سلمان من الإدارة العامة للإطفاء على هذه الجهود الطيبة اللي تقومون فيها لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.